او يعني دي مفاجأة تانية انت قلتها لي انه كابتن سامي مشان ممكن يمشي. انا قلت اي حاجه انا هسيبك عشان لما نرجع بعد شهرين اقول لك انت قلت صح ولا لا. انا بقول لك هو التصور يعني ده يعني كان عندي مداخله او مكالمه النهارده مع واحد من المسؤولين في النادي الاهلي, قعدنا ندردش كده شويه حوالي تلت ساعه قلبنا فيها كلام كتير, ده كان من ابرزها. عظيم. النادي الاهلي كمان عنده رؤيه للافارقه, هيبقى عنده يعني ثلاثه بشكل كبير بما فيهم ديانج, بس اعتقد ديانج اتاخر للشتاء يعني ممكن في انتقالات يناير مش الصيف. بيرسي ومكسواني لا موضوع منتهي هيمشي. خلاص هم منتهيين, هم كمان مش مرتاحين.